أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري الجديد. إذا أصدقائي، سنبدأ بخبرنا الأول. رياض جراد يكشف المستور عن مخطط خطير جدا للإطاحة بقيس سعيد، ويكشف أسماء قضاة المحكمة الإدارية الذين أعادوا المكي وزنيدي والدايمي لسباق الانتخابات. إذا بعد أن قامت المحكمة الإدارية بإعادة كل من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر أزنيدي إلى السباق الانتخابات الرئاسية، كتب الناشط السياسي رياض أجراد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التدوينة التالية. قال: تباعا لأحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وكل ما رافقها من حملات مسعورة ومغالطات وإشاعات وأكاذيب تفنن البعض في ترويجها، وبعد متابعات دقيقة لقراءاتهم ولتأويلاتهم السياسية الحمقاء التي لا تعكس سوى موقفا سياسيا والتي لا تمت للقانون وروحها بأي صلة. جملة من الحقائق يجب أن يعرفها الشعب التونسي، وسنكشفها تباعا بما يمليه علينا ضميرنا وواجبنا الوطني المقدس دفاعا عن الحق والحقيقة ومن منطلق المسؤولية تجاه عموم الناس الذين استفردت بهم للأسف غرفة عمليات حقيرة تدير مئات الصفحات المأجورة المدعومة ووسيلة أعلام إذاعية بعينها، ليعلم التونسيون أنه من ضمن القضاة الأعضاء في الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي قضت في طعون الترشحات للانتخابات الرئاسية المقبلة هم نعيمة بن عقلة زوجة رضا بالحاج المودة حاليا في السجن في قضية التآمر على أمن الدولة مع كمال الطيفة، يسرى إكريفة شقيقة كريم إكريفة القيادي في حزب عبير موسي المودع حاليا بالسجن، ورضا بن محمودة رئيس ديوان نور الدين البحيري وعندما كان وزيرا للعدل والمودع في السجن على ذمة عديد القضايا، وسامية البكرية ناشطة مع أنس الحامدي في جمعية القضاة. ولكم حرية التعليق مع قناعتي التامة وثقتي الكاملة في ذكاء التونسيين مهما حاولوا يائسين التلاعب بكم. أما في خبرنا الموالي، سقوط أسماء من قائمة المترشحين للرئاسة هذا الجديد. وفقا لآخر المعطيات الرسمية، فإن القائمة الأولية للمقبولين في الانتخابات الرئاسية التونسية هم كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس أسعيد، ومع صدور قرارات جديدة من المحكمة الإدارية تقضي بإرجاع كل من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر أزنيدي ضمن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، تصبح القائمة الأولية للمقبولة ملفاتهم تضم 6 مترشحين، ومن المنتظر أن تعيد هيئة النظر في ملفاتهم وأعلانهم كمقبولين أوليا كمترشحين، وثم سيقع الأعلان عن القائمة النهائية والتي ستكون مفاجأة كبيرة مع سقوط. وتشير المعطيات الأولية أن بعض المورطين في ملفات فساد من العيار الثقيل وملفات شراء التزكيات والحاصل على جنسية مزدوجة سيقع منعهم من حق الترشح للانتخابات الرئاسية وفقا للقانون الانتخابي. وقد تضم القائمة النهائية 6 أسماء من المترشحين للانتخابات الرئاسية، وهم المكي مع الدايمي مع الزنيدي مع قيس سعيد مع المغزاوي مع زمال، أو 3 أسماء وهم الزنيدي مع قيس سعيد مع المغزاوية، أو زمال مع قيس سعيد أو المغزاوية، أو الاحتمال الأكثر ترجيحا وتضم قائمة بي 2 من الأسماء فقط وهم المغزاوية وقيس سعيد. أما في خبرنا الموالي، دون القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي تدوين على صفحته بالفيسبوك، وجه فيها رسالة إلى العائلة الديمقراطية حيث قال: تعقلوا أيها الديمقراطيون، فالاستبداد لا يزال جاثما على قلوبنا وأنتم تتسابقون على غنائم الانتخابات.
أدعو العقول الكبيرة للاستفاقة وترشيد الخطاب، فالانقلاب لم يستسلم بعد، وإنما يستعد لجولة قاسية من، ولتكن بوصلتكم واضحة وتصويبكم مسدد، ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهبوا رياحكم. من تخلف عن خوض معركة الإسقاط الانقلاب لن يتسير له، فهم عنوان معركة الانتخابات ليس في هذا الاستحقاق من شرعية لغير عنوان إسقاط الانقلاب، وليس من شرعية لفرز غير الالتزام الديمقراطية. إذن كما دون النائب السابق بالبرلمان الشرعي زياد الهاشمي تدوين حول ما نشره، حسب كلامه هو يقول أنه مرتزق على رياض جراد، قال رياض جراد مرتزق، حيث قال هاو دليل آخر اللي احنا في زريبة مش دولة. رياض جراد اللي عنده حماية قضائية من طرف قيس سعيد ومؤسساتها، واللي نعتبروها الناطق الرسمي الحقيقي باسم سلطة الانقلاب، يهب التدوين فيها كشف معطيات شخصية للقضاة، وفيها تحريض صريح وعلني على القضاة بالأسماء متاعهم، وفيها تحريض على عائلة القضاة، ومع هذا للنيابة العمومية تتحرك ولا تتبع قضائي ولا شيء. تخيلوا للحظة فقط أن التدوينة هذه هبطها مواطن عادي أو لقدر الله معارضة لسلطة الانقلاب، حسب قوله هو راه تشد وتحقق معاه وتحكم وتعدل الحبس في دقائق معدودات مش في ساعات. أما احنا وين عايشين توا خويا الغالي في زريبة، صحيتك في زريبة كما قلت أنت توا في زريبة، هذا اللي دونه زياد الهاشمي، قال نحن نعيش في زريبة ولسنا في دولة قانون حسب كلامه هو. إذن في خبرنا الموالي، أدان اتحاد العام التونسي للشغل محاولة اقتحام مقره من قبل ما سماها مجموعة تنتمي إلى تنظيم موازنة، ومنع القيادي سمير الشفي من دخول المقر. وقال الاتحاد في بيان له أن المجموعة عمدت إلى الاعتداء اللفظي والمادي على النقبيين والنقبيات حسب قولها، واعتبرت المنظمة النقبية أن ما حصل جريمة مخطط لها مسبقا ومجهزة لتغطيتها من إحدى الجهات الإعلامية التي دأبت على تشويه الاتحاد. وأضاف الاتحاد أن هذا تنظيم الموازي تعمد تشويه النقبيين وبث الإشاعات والأكاذيب وضرب المنظمة النقبية ومس من مصداقيتها. وقرر الاتحاد مقاضاة المعتدين استنادنا إلى الإثباتات والأدلة وفقا لقوله، كما دعا النقبيين إلى الوحدة والتضامن ضد أشكال العنف الممنهجة. وسادت الفوضى أمام مقر أكبر منظمة نقبية تونسية يوم السبت الفارط، حيث على الصراخ والعنف اللفظي وسرعان ما تحول إلى مناوشات وتشابك بالأيادي. هكذا أصدقائي نصل لخاتمة لقائنا، لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات الموجودة على الشاشة، واللي باش ينتخب الرئيس قيس سعيد يكتب شكرا أحسنت أو شكرا وسط تحت الفيديو هذا، وكذلك يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. مرحبا بالناس الكل، هذوما الفيديوهات الموجودين على الشاشة بالنسبة للأخبار الفارطة، ما تنساوش تتفرجوا فيها. إلى اللقاء.